هادو مسائل تقنية يعني، هما اللي كيشوفوا بطبيعة الحال الرؤية ديالهم المقابلة، كيشوفوا فين كاين لي فاي ديال الفريق الخصم، وفين كاين اش كنسميو، فين كاين الفراغات ديال الفريق الخصم. ربما كان باغي يستغل الفراغات ديال الفريق الخصم، ويمكن داكشي اللي جعلو باش التبديل ديالو. ولكن ما كاين حتى شي مشكل يعني، ما كاين حتى شي تغيير على العطاء ديال سميتو. بالعكس زادوا يعني اللاعبين في الثروه ديالهم، زادوا كيهجموا، زادوا كي سميتو، ولكن هما في لي كونتر ديالهم كانوا كومون ديريج، كانوا افيكاس. لي كونتر ديالهم كانوا افيكاس، دونك مي حاليا يعني ما نقولوش بان العياء كاين. اللاعبين لعبوا تقريبا عام ونص موقفوش، ما ارتاحوش، ما جلسوش، فبطبيعه الحال غادي يكون هذا العياء هذا، وغادي يكون هاد سميتو هاد المسائل هادو غتكون يعني. واخا اللاعب كيحس براسو بانه راه ما عياش، راه غادي يعطي، راه هو في الحقيقه كيبان لك بانه راه ما كيقدرش يسير سميتو. والطاقم التقني طبعا الحال راه ما كاين، سي جمال السلامي، كاين سي جمال الزفري، كاين سي بوشتروان الى اخره، احمد العينين بطبيعة الحال، هما اربعه بهم هما كيسيروا الفريق من الاول. المقابله ربما كنتو كتسمعوها في التلفازه حتى الاخر ديال المقابله. انا كشاهد عيان وحاضر في كل شيء، طبيب الفريق كذلك من المكتب المسير، ما كاين حتى شي شنعة، ما كاين حتى شي يعني ما كاين حتى شي مشاجرة، ما كاين حتى شي سميتو. الإخوان اللاعبين تقبلوا المقابلة وتقدموا الهزيمة بكل روح رياضية، خارجين بكل روح رياضية. من بعد وفي الفيستير ما كان لا صداع لا غوات لا حتى شي حاجه، ما كانش شي حاجه، هادو كلها اكاذيب، فهذه كلها اكاذيب، ما كانت حتى شي حاجه ديال سميتو. ومن بعد من بعد ما رجعنا بطبيعه الحال الفندق، ف سي جمال يعني دار واحد الاجتماع تقني، جمع فيه يعني الاطقمه الطبيه، اللاعبين، التقنيه الى اخره، وتحدث لنا على المقابله، وما كان فيه حتى شي سؤال، ما كان فيه حتى شي تشاجر، ما كان فيه حتى شي سميتو. بالعكس حتى على حاجه واحده، بان الفريق اعطى اللاعبين بطبيعة الحال، اللاعبين اكثر اللاعبين يعني ماشي احنا او الاطقم من اللاعبين، عطوا ما اكثر من جهدهم، عام ونص وهما كيجريو، عام ونص وهما كيلعبوا، وبطبيعة الحال غادي يترهقوا في الاخر ديال المشوار سميتو، وطمأنهم بانهم النتيجه ماشي هي اللي مهمه، اللي مهم هو يعني داك التلاحم بين اللاعبين، ويبقاو اخوان، يبقاو خوت، لانه كاين اللي غادي يغادروا الفريق، كاين اللي غادي يجيو من بعد، كاين اللي جايين في الميركاتو. دونك خصو يحافظ على ديك المجموعه اللي عنده، هذه المجموعه اللي عنده باش نقول لك من احسن المجموعات اللي كانت، من كلهم كانوا احسن المجموعات، كان هذه المجموعه اللي هذه المنظومه اللي عنده دابا حاليا هي منظومه جد جيده، وكتصنط للطاقم التقني، وكتطبق داك الشيء هذاك اللي كيقول لها الطاقم التقني، بدون يعني بدون مناقشه، بدون سميتو. وطبيعه الحال المدرب هو راه غادي يبغي الخير للفريق، وغادي يبغي بطبيعه الحال ما يبغيش يخلق المشاكل، وهو يبغي يربح المقابله بطبيعه الحال باش يمشي للنهايه. وحنا دابا على تشالنج، حنا مشينا من نصف النهايه، ولكن كاين تشالنج، كاين البطوله، ولكن كاين تشالنج، كاين لا كوب اراب،